هذا بصراحة إلى الحين هو أغرب واحد يوم حضرت في ميكرويف صار كذا. كيف خلطه؟ أعزائي المتابعين وكنتم تابعين عبد الله إيز معك صلاة بصوكم صلاة بصوكم بصوكم وكتبت عبد الله هذا فيديو جديد جميل رأي من خلاله. قلنا يعني يا متيم تم سويت فيديو نودلز واحد وليش ما سويت واحد ثاني بعده، فقررنا الآن في هذه اللحظة وفي هذا المكان وفي هذا الجو معنا الأستاذ علي عاشق. هلا والله، السلام عليكم. فاليوم رايحين ناخذ أنواع نودلز إن شاء الله تكون كويسة ورهيبة ولذيذة وجميلة، فخلونا نروح ناخذ هذا كويس الثاني. بصراحة مرة عجبني هذا، شكله كويس بعد. هذا 5 كاري، 6 لكم أعزائي المتابعين من قلب لو ستوديو. يعني انتم شايفين انا لابس الوان حلاوة قطن، فاكيد الفيديو راح يكون على النودلز. قبل لا نبدأ كذا يعني ملاحظة خفيفة للناس اللي مثلا توي تزبد لي في الكومنتات متيم انت يا جماعة، ترى الموضوع يعني اللي يفرق بين قناتي انا في مراجعة الاكل والقنوات الثانية ان طريقتي كوميدية. انت ما تشوفني كوميدي، تشوفني سامج، مو مشكلة، بس يعني هذه طريقتي. واذا ودكم نسوي فيديو ثاني مثل هذا 1,500,000 لايك ولايك، وان شاء الله راح يكون في جزء ثاني. وخلونا نبدأ بالاول. وش جدنا هذا اليوم؟ نودلزنا الاول لهذا اليوم هاو هاو ماي توم تشاوكي. ما ادري زبدنا على نعناع حار. هذا الظاهر انه منتج فيتنامي او نودلز فيتنامي. ظهر جربنا كان انا شيء من فيتنام من قبل، ميد وذ جابانيز تكنولوجي، مسوى بالتكنولوجيا اليابانيه. ما ادري، اتوقع انه في شاشه كذا من داخل. ظهر انه اذا فتحناه ما في شيء داخل. او حاطين لك مضبطينك الملعقه والزيت، هذا ملعقه وشوكه بعد، مو ملعقه زي اندوم مسوينا، والزيت والبهار، فراح نسويه ونجي. وهذا هو استوى الوحش هنا، اوريكم اياه. طبعا هذا اتوقع كان ارخص واحد، كان دولار او شيء كذا. هذا هو صاير لونه عادي جدا، يعني ما انا شايف اي فرق بينه بين ايش عيريه ثانيه، يعني لونه ما هو متغير، مثلا ما صاير لونه اغمق او شيء هالكذا. لا والله شوف لونه جدا عادي. فنقول بسم الله. اوكي، هو كطعمه ما هو مره قوي، ولكن طعم الربيان مره باين صراحه. حلو انا اقول لكم، ولكن خفيف. يعني انا بالعاده لما احب اكل شيء مثل ما قلت لكم من قبل، ان احب يكون مره يعني في نكهه قويه جدا، مثل الاندومي. يعني الاندومي انا ليش احب اكل الاندومي؟ لان الاندومي نكهته بصراحه، لان نكهته مره قويه، اقوى من اي نودلز ثاني بالكون كله. ف ترى والله ما هو سيء. حلو فيه طعم الليمون، طعم الليمون باين فيه مره. هذا انا بعطيه 7/10. ثاني نودلز عندنا لهذا اليوم هالمره من شركه نانجشيم بول نودلز. نودلز سبايسي كيمشي بنكهة الكيمشي هالمرة. شنو نكهة الكيمشي؟ أنا ظاهر إن شيء يحبون الكوريين ويحبون اللي يتابعون أنمي. أنا ما أدري إيش تحبونه، بس يعني عليكم بالعافية، عليكم بالعافية. دخلة بس هذا. فنسوي ونرجع لكم. استوى الوحش، وحش الكيمشي. مايكرويف 4 دقائق. واو اوكي، هذا جدا ملون، يعني ما شاء الله عليه صراحة مرة ملون. ما تشوفوا هنا إنه أو إن شاء الله ما يكب. مرة أحمر. فلاحظت ان فيه خس، فيه خضار واجد، كمشي حار لما خابني. فالمفروض ان هذا يعطيك يعني نفس الجو. نقول بسم الله. اوه هذا حبيته مرة. ممكن ما في طعم مرة قوي، ولكن نفس تركيبة النودلز صايرة غير عن أي نودلز قد جربته من قبل. طعم نفسه مال النودلز مختلف عن النودلز اللي بالعادة ناكلها، صاير طعمه غير خفيف ولكنه مختلف تماما. حلو، مرة مرة حلو، وبصراحة حبيته جدا. أنا أقول لكم هذا بصراحة إلى الحين واحد من أفضل، خلينا نقول 10 نودلز اللي جربتهم في حياتي إلى الآن يعني. ثالث نودلز عندنا لهذا اليوم من نفس الماركة نانشيم. مايكرويف 3 دقائق. هالمرة على غورمت سبايسي، ما ادري شنو يعني، بس اتمنى انه يكون شيء يعني عادي ما في شنو. الزبدة هذا هو. هذا داخله شيء واحد بعد نفس اللي قبله. نسوي ونرجع لكم. استوى الوحش. هذا بصراحة ما ادري وش نكهته، ولكنه شكله يشبه اللي على كيمشي جدا. لاحظت هذا الشيء عليه انه يعني نفس النودلز، اتوقع انه نفس نوع النودلز مثل ما تشوفوا هنا. لا ينكب، صار لونه اسمر كذا وصلصه لونها احمر، بس الظاهر ان هذا سبايسي. اللي كلته توي ما كان سبايسي، هذا المفروض انه يكون يعني سبايسي من هذاك. لا، اللي قبل كان طعمه مره احلى، عرفت اللي حمسوك على شيء، يعني مثلا يقول لك لا تكثر على الغداء ترى في كنافه، وتاكل كنافه بعدين طعمها ورق. هذا تقريبا نفس الشيء، يعني حمسوك انه اوه هذا بيكون افضل. لا انا بصراحه اللي على كيمشي احلى جدا من هذا. ها
هذا في حرارة أكثر من هذاك، ولكن الطعم ما أحس إنه بقوة الشركة هذه بشكل عام. قد جربنا منها نكهات مرة كثيرة هذه الشركة، ما هو من أفضل 20 واحد بصراحة. اللي على كيمشي بعطيه 9 من 10، هذا بعطيه صراحة 5 من 10. الرابع نودلز عندنا لهذا اليوم، ما أدري وش مكتوب عليه لأنه ما في ولا كلمة إنجليزية أبداً، صيني من فوق ومن تحت حرفياً كله صيني، بس اللي أعرف أنه والله ما ادري عنه وشو زبده انه يعني هذا يسووه في الفر في الفر في شو اسمه يسووه يعني بماي حار، ما تسويه بالميكرويف. اوه هذا داخله خيرات، هذا والله دلع، وهذا وهذا وشوكه بعد يعني شفاف صاير ما ادري ليش. هذه ظاهر انها نودلز البيض، شعيريه البيض حاجه كذا، نسوي ونرجع لكم. وحش الوحوش اللي بصراحة اشتغلت عليه شغل في اشياء مرة كثيرة كانت واو، حين يوم فكيته عرفت ليش اشياء اللي كانت كثيرة. شوف شكله هذي بايلة، لا في اشياء مرة كثيرة يعني بهار وصلصات وفلفل وريحته بصل، حرفيا ريحته مرة يعني ابصل شيء ريحته، بس ما تدري يعني ممكن يفاجئنا ويكون شيء خرافي. نودلز مرة خفيفة، اتوقع هذه نودلز البيض اذا ما خاب ظني، او بينز ما ادري، بس انه مثل ما تشوفوا صار مرة خفيف يعني هو نفس النودلز. نكهته مرة قوية، مرة قوية نكهته، حلوة. النودلز نفسه خفيف، هذا الشيء يخلي نكهة الصلصة الموجودة أو التوابل الموجودة تبان أكثر. أوكي مرة حلو، أتوقعت بيكون في بصل، توقعته ما بيعجبني، ولكن أوكي هذا مرة لذيذ، واو. هذا أحس المفروض تأكله بملعقة، شوكة ما تنفع معاه. نكهة البصل فيه مرة باينة، ولكنها ما هي مخربة، بالعكس معطيته جو خاص. هذا إذا ما خاب ظني النودلز صيني، هذا بعطيه 8 من 10. خامس نودلز عندنا لهذا اليوم، هالمرة شركة أودو نونش جيم، نفس الشركة بور واتر أوت. هذا تسويه وتالي تصب الماي كذا كذا تسوي. هذا ما هو مايكرويف، هذا ماي ماي مغلي وتصب عليه. هذا يذكرني بواحد قد جربناه من قبل، يكون في هذا وهذا والصويا هذه. في واحد قد جربناه من قبل كان طيب مرة، أتوقع أنا عطيته 9 من 10. نسوي هذا ظهر ياباني، فنسوي ونرجع لكم. هذا طبعاً بعد ما تسويه تفرغه من الماي، يصير كذا شكله ما في شيء. بعدين أنت تحط الأشياء هذه اللي هم يعطوك إياها فوقه، عكس الباقي، الباقي تطبخ كل شيء مع بعضه، أما هذا لا، بعد ما تسويه تحط عليه هذه الأشياء. هذه البهارات الجافة اللي فيه، في بهارات وفيه إذا ما خاب ظني مكسرات ما أدري شيء كذا، فتخلطه. ريحته بحري، ريحته كراب وسرطان بحر أو قبقب. هذا شكله طبعا بعد ما خلط يصير كذا. بحاول أخذ من تحت آخر شيء المكان اللي فيه الصوص ونقول بسم الله. مرة مالح نكهته بصراحة، مرة مالحة الأشياء اللي فيه، مرة خشنة بس تنقلب. ما أعطاني بصراحة التجربة اللي كنت متوقعها من النودلز هذا أو من أي نودلز في الحياة يعني، عشان ما نظلم بصراحة النودلز نفسه لذيذ. أوكي النودلز هذا نفسه مرة لذيذ، لكن الصوص هذا أحس خرب كل شيء، ما يعني ما هو مخليه يصير لذيذ أبدا. بعطيه 4 من 10 هذا بصراحة، وما أنصح أي إنسان في الكون كله يجربه. النودل الرائع جدا عندنا هنا، النودل بطعم الكاري. يا أخي هذا شكله شهي، هذا تحس إنه جابانيز تكنولوجي يعني، ما أدري يعني مرة رهيب شكله. فهذا ريحة كاري، تحس إنه هندي يعني، ومكتوب عليه هنا فرست كاري انستنت نودلز ان جابان. هذا مليان كاري واشياء هنا. ريحته هذا تحطه في ميكرويف 2.5 دقيقة، خلونا نسوي ميكرويف نرجع لكم. هذا بصراحه الى الحين هو اغرب واحد يوم حطيته في ميكرويف صار كذا. كيف خلطه شكله غريب يعني، بس ما ادري يعني احس لو الهنود كان عندهم نودلز بحسه بيكون هذا هو. ريحته جدا قويه، فيه بطاطس ما ادري وش، وفي قطع انا اول شيء حسبتها دجاج بس بعدين كويس انها طلعت مو دجاج. انا اقول لكم هذا يمكن اكثر واحد متحمس له. طبعا اعرف انا ان طريقه الطبخ وطريقه التحضير هي جزء من المتعه في الموضوع، ولكن تاكدوا ان هذا الفيديو ما راح يخلى منها. اخر منتجين كملوا معانا للنهايه، اخر منتجين راح تنبسطوا معانا لانهم شيء خرافي وغريب جدا، طريقة طبخهم صراحة يوم دورتها بالنت ولقيتها واو. هذا بس تيزر يعني خفيف، نقول بسم الله. واو مو حار ابدا، مو حار بس نكهته قوية. اوكي لما اقول لك ابغى نودلز نكهته قوية اعطيني هذا، واو والله من ألذ الاشياء اللي اكلتها الى الان كنودلز، واو نكهته مرة قوية. شوف يعني الحين وانا ماسكه كذا، شوف يعني ينقط
كاري واشياء كذا واو. بصراحه من حقهم لو قالوا ان هذا المركز الاول في اليابان كافضل كاري نودلز. ممكن لو كان احر اوكي لو كان احر من كذا كان بياخذ قيمه اعلى. بصراحه لذيذ الخضار اللي فيه هذه، انا ما ادري وش هي بس انها معطيه جو، معطيه جو شوربه كذا عرفت. في نفس الوقت النودلز خفيفه، في نفس الوقت الكاري الموجود لذيذ. الاشياء هذه كلها مع بعض بصراحه انا اشوف مسوي شغل رائع واو. هذا بعطيه 9 من 10. اقول لكم لو كان احر من كذا بصراحه كنت بعطيه 10. سابع شيء عندنا لهذا اليوم، هذه المره ما هو نودلز، هالمره رز. الرز هذا حق الاسيويين اللي ياكلونه يحبونه، بس هذا راح ناخذه مع الاشياء اللي موجوده هنا قبل. هذا ما ادري تحط فيه ماي ولا ما تحط فيه ماي ولا شنو، ولا بس اتوقع انه بس تفكه وتحطه في الميكرويف، بس تفكه وتحطه في الميكرويف. فهذا راح نستخدمه مع الاثنين اللي جايين اللي هم يعتبروا التوب. اوكي الحين خلي كل شيء على جنب ونجي الى الشيء الرئيسي. هذا اول واحد اوكي يا متيم، شنو هذا؟ الحين طبعا انتم ما تحتاجوا تشوفوا وجهي بزياده، فراح ننزل الكاميرا شويه كذا اوكي. انا ما زلت معاكم لا تخافوا. هذا اسمه سيلف كوكينج هوت بوت، شيء يطبخ بنفسه. هوت بوت، هوت بوت اللي هو اتوقع هوت الحار والصحن الخزف الحار، هذا شيء كذا. المهم هنا طريقه الطبخ موجوده فيه، تفك الشيء زي عشان تشوف طريقه الطبخ، تحط الاغراض كلها وتصب ماي وتخليه يطبخ لمده 15 دقيقه. هذا يا متيم شلون تطبخونه؟ اول شيء تفك هذا، ركزوا معي ها، يعطيك تشوب ستيكس. هذا طبعا على خضار حاره، بيعطيك نودلز الصلصة اللي تحتاجها، وهم تحت يعطيك نودلز مدري شيء تصبه، وهذا يتوقع الخضار الموجودة، وهذا الشيء هو اللي بيخليه يطبخ. احنا شو راح نسوي؟ هذا راح نحطه هنا، نصب عليه ماي ويبدأ يغلي، وهذا نحطه فوقه ونحط عليه كل شيء هنا ونصب عليه ماي ونقفل خليه يطبخ. فخلونا نبدأ. أول شيء نحط الأغراض الموجودة كلها. هذا أول شيء أتوقع النودلز، هذه ما هو نودلز، ما أتوقع هذه نودلز. لا والله هذه نودلز قزاز بعد. شوفوا هذه النودلز شو شكلها؟ اوكي. تالي تحط عليها هذا الشيء اللي ما ادري هو شو. طبعا ما راح تحتاج فرن ولا تحتاج اي شيء، اللي راح تحتاجه هذا كله مويه. تالي تحط هذا كمشي ما ادري وش هو. زبده شوفوا هذا. اوه لا 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 كل شيء ولا الهود الجديد. هذا مثل ما قلت لكم خضار هو، بس وش الخضار هذا؟ في ذرة وفي ما ادري وش هو. نزلنا نتحط هذا فوقه، ما ادري يا شباب اللي يعرف شنو هذا يكتب لنا تحت في الكومنتات شنو هذا، انا ما عندي اي خلفيه على الموضوع. هذا اول شيء تفكه، حاول افكه كامل. هذا ما ادري شو بس لونه احمر، تصبه كامل كذا. اهم شيء ان البيس اللي داخل او المعجون هذا تحتاج كله، تحتاجه لانه هو اساس الطبخه كلها. باقي بعد واحد زيه، هذا الثاني. اهم هذا بعد تصبه هنا. اوكي بما ان الموضوع بيكون جدا يوسخ فانا راح افسخ الهودي واجي. عدنا لكم اعزائي المتابعين، بس معليش الهودي مره جديد ومره حلو فاحاول اني ما اخرب الهودي. الحين نحط ماي فوقه هذا، نحط ماي لين الخط اللي موجود داخل، اتوقع تشوفون هذا الخط اي. لين هنا نحط ماي، نرفع هذه، فك هذه، هذا نحطه هنا. اوكي معاي انتم؟ نحط هذه هنا ونحط عليها ماي. طبعا قبل لا نصب الماي على هذا لازم نتاكد انه خلطناه كامل باليوتنسل اللي اعطونا اياها. المرحلة الاخطر. طبعا لحد الان لاحظت انه ما استخدمنا اي نار في الموضوع. هذا هو طبعا تحط عليه هذا طبعا تستناه لين يبدا يغلي. يا رب ما يفقع. اوكي شوفوا بدأت تطلع الحرارة منه، فتقفله الحين، تقفله كذا لمدة ربع ساعة. Set up a timer of 15 minutes. Setting the timer. Okay, 15 minutes and counting. نجيكم بعد 15 دقيقة. هذا ووه والله حار مرة، باقي 7 دقائق، باقي 7 دقائق يستوي. طب شو بخر الدنيا، قاعد بخر الدنيا. الزبده هذا بالضبط هو نفس MRE او Meals Ready to Eat، اتوقع كلكم تعرفوه. ناس كثيره قالت لي بالكومنتات، فاذا من جد من جد من جد مودكم نسوي MRE قبل انزل السعوديه، ترى يا جماعه ما باقي شيء وانزل السعوديه، لذلك حاولوا انكم سريع 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 يعني كذا. نبغى 30 ألف لايك، وتحت ابغاكم تكتبون في الكومنتات مري زي MRE يعني.
كلكم اكتبوا، ومو كومنت واحد، اكتب لك 10-12 كومنت، لا ما ادري اذا بدا يعني اكتب مري وعطنا لايك، 30,000 لايك وراح نسوي الفيديو ان شاء الله قبل لا امشي. يلا عاد خلينا نوصل يا جماعه، لو مره ما الايس كريم والله انا متحمس اني اروح اشتري ايس كريم، فخلينا نوصل يا جماعه. اذا استوى هذا نرجع لكم. ال 15 دقيقه يا جماعه الحين نحاول نفكه، بس طبعا لما تجي تسوي الهارت بات يكون مره حار، فانتبه. اوكي مثل ما قلت لكم يكون مره حار، شو يبخر كيف تيجي هنا تخلط كل شيء موجود هنا. هذه النودلز يا جماعه انا صراحه انا اول مره اشوفها في حياتي كلها. النودلز نفسها شوف شفافه، اوكي انت تشوف شفافه، ولكن هذا ما يمنع ان نجربها. خلينا نقول بسم الله. اوكي انا ما ادري هذه النودلز ولا مطاط، حاولت اقرضها مره ما رضت تنقرض، نعطيها تجربه ومره حار. والله مره حار. اوكي مره ثانيه قول بسم الله. اوكي شويه تحاول تعلج فيها بس طعمها مره حلو. الوجبه هذه اوكي مره حاره، على انها حاره الا انها بصراحه مره لذيذه. واو تحس انك قاعد تاكل شيء فريش، شيء يعني لما عرفت لما تروح مثلا مطعم اسيوي مطعم صيني مطعم ياباني وتطلب الهوت بات يجيب لك اياك حرفيا كانك قاعد تاكله، بس اللهم انك ما احتجت لا فرن ما احتجت لا مطعم ما احتجت تسوي اي شيء غير انك تروح المتجر تشتري هذا ترجع فيه. لذيذ فيه بهار مره باين. هذا ما ادري وش هو، بس يا انه جذور يا انه خضار شيء كذا. والله مره لذيذ النودلز، بس مثل ما قلت لكم حار، يعني حرفيا مره حار. مره يستاهل التجربه. واحده من هذه الوجبات اللي الصراحه كشيء اسيوي اكلتها الى الان جدا رهيب. الناس اللي تبي تحب الشيء الاسيوي الحار او تحب الشيء الاسيوي اللي يكون مره فريش شغل كانك قاعد تاكل شيء من مطعم، انا اقول لكم انه هذا مره راح يفيدكم، هذا مره 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 راح يعطيكم اجمل تجربه. هذا بصراحه بعطيه 9/10 وجدا يستاهل التجربه. بيجي لاخر شيء عندنا لهذا اليوم، وهذا بالنسبه لي اكثر شيء متحمس له، هو اليوم شفته قلت معقوله في نودلز بهالحجم في امريكا يا اخي؟ يعني مره ضخم اتوقع، وانا متاكد ومجزم بان هذا اكبر علبه نودلز ممكن تشوفها في حياتك كلها، يعني مستحيل تشوف علبه نودلز هالكبر. هذه نفس هذيك بالضبط اللي قبلها الهوت بات، بس هذا هوت بات محترم يعني، هذا حق يعني كذا زقرت ان شاء الله تشوفون واضح. اوكي اتوقع الاغراض خضار والنودلز، لا النودلز والخضار. اوكي وتحت هنا خضار زياده صوص، وهذا الحار مو الحار اللي تحطه عشان يغلي الماي فيه. هم هذا راح نسويه بنفس الطريقه، خلينا نشيل هذه راح نستخدمها بعدين. هذه طبعا راح نحط اول شيء النودلز، خلينا نشوف شنو نوع النودلز هذا، هل هو نفس اللي قبل ولا لا؟ اوه هذا مو نودلز هذا خضار، خليها هذا ثاني شيء نحطه. اول شيء النودلز، ان شاء الله هذه النودلز، ان شاء الله هذا فيه نودلز اصلا يعني. اوه اخيرا هذه طبعا فيها ذره وفيها اشياء وكذا، فهذه ثاني شيء الخضار اللي معاها. طبعا هو طبق كامل فيه خضار وفيه فطر وفيه سيويد اللي هو اعشاب بحريه وفيه الاشياء هذه كلها تشوفوا هنا. اوكي ثالث شيء ظاهر ان الخضار المجففة. اوه هذه شعيرية. بس ليش كنت حطها يا اخي حاطينها لي تحت؟ اوكي ورابع شيء الصلصة، بس بحاول اني احرك الشعيرية خليها تروح تحت. الاشياء هذه معطينك ملعقة وتوثبك او عواد اسنان، ومعطينك 2 شوب ستيكس او عواد اكل، كلها بصراحة قوي. كذا يا كذا. الناس اللي تقول متيم تعرف تاكل فيها ولا لا؟ طبعا لا، خبره يا حبيبي. هنا قبل كان على خضار حار، هذا على خضار عادي. ابى احاول ادور اشياء كذا، اذا اعجبتكم هذه السلسله اكتبوا لنا تحت بالكومنتات وش ودكم النكهات اللي نجربها من هذه السلسله، اذا كنتوا تعرفوا الهوت بات والاشياء هذه. وابغاكم بعد هم تكتبوا لنا تحت بالكومنتات شنو الشركات اللي تسوي النوع هذا من الستايل هذا من الوجبات سريعه التحضير، لانه بصراحه ما عندي اي خلفيه يعني، انا رحت اخذته على انه شيء عادي جدا يعني. هذا الحين تسوي كذا بتحط عليه مويه الين الخط المرسوم هنا، اتوقع تشوفون الخط اللي هو الين هنا. هذا الحين نجي نفكه، تصب مويه في هذه هنا الين الخط على ما هو يغلي، نحط هذا هنا. اوكي بدا يطبخ، فدام انه شوف بدا طلع الدخان على طول، تقفل وتخليه يطبخ لمده 15 دقيقه نفس الاول، فنجيكم بعد 15 دقيقه ثانيه. طبعا غلا وخلص، مرت ال 15 دقيقه. هذا الوحش هنا بعده قاعد يغلي. اوكي
شلون؟ واو هذا هو مثل ما تشوفوا يعني حرفين قاعد تاكل وجبه كامله. اللي ممكن خلاني اتحمس له اكثر من اللي قبله ان هذا فيه فطر وفي خضار اشياء اكثر والنودلز اللي فيه اخف وانه مو حار. بس انا اقول لكم انا احب الاشياء اللي تكون مره حاره. هذا كان ممكن يعني كان احر مما توقعت بكثير، ولكنها ما هي مشكله يعني. هذا توقع بطاطس بعده يغلي ويبخر. بطاطس واو اوكي بهاراته مره حلوه. هذا بطاطس طبعا، ومع البطاطس في سي ويد او عشب بحر. بطاطس شويه ناشف بس يعني ما هو ناشف بطريقه سيئه. طبعا حلو في الوجبه انك قاعد تاكل فيها وجبه عليها تغلي. هذا فطر. هذه احس الاسيويين مره يحبوها، بس بناخذ واحده من تحت اصغر. ما هو سيء، حاره بس ما زي الاولى، هذه كانت مره حاره. اوكي وقت النودلز. انا احب النودلز اللي تكون مره خفيفه، بس هذه احسها شفافه نفس هذه، ولكن الكويس فيها انها خفيفه. هذه كانت مره سميكه اخي والله. احس اني فخ شوي مو مره يعني. ليه الاكل كله حار؟ عادي سووه بارد، ما حد بيقول لكم لا. وهذا لسه قاعد تغلي. بصراحة أنا أقول لكم حلوة كتجربة، يعني حرفيا كأنك قاعد تأكل شيء من مطعم، يعني ما هو كأنه شيء معلب وشيء سريع التحضير، لا والله بالعكس. كتجربة أساسا تجربة أنك قاعد تطبخه هذه الحالة أنا أشوفها شيء مرة كويس. تجربة أنك تأكله أهم شيء مرة حلو، يعني تحس أنه في كواليتي في الموضوع. أنا توقعت أنه مثلا هو بيعطيني بس البهار وبيقول لي جيب الخضار وجيب كل شيء والفطر وهذا، لا والله أي شيء تحتاجه، حرفيا أي شيء تحتاجه موجود هنا. يعني عندك الوجبة هذه ما تحتاج إلا تجيب ماي بس صبه وتضبط موضوعك، فمرة حلوة صراحة. نفس الإماراتي ومثل ما قلت لكم كم قلت 30 ألف لايك، اكتبوا لي تحت بالكومنتات مري عشان يعني نسوي الفيديو. أخذنا الرز اللي هو الستيكي رايس أو الرز اللي يتلزق، وراح أحط معاه شوية مرق من هذه، ولا أحط معاه مرق من الحار ما أدري، أحس المرق الحار أحلى. بس ما خلنا هذا مرقها أرحب، ما ودي صراحة. أوكي اوكي يا مره نايس. الرز نفسه كذا غني، تحسه كذا يعني في زي المويه، وتحط عليه هذه بصراحه مره لذيذ. ابغاكم تعطوني رايكم في الوجبه، الناس اللي جربت هذه، اللي جربت هذه الوجبه من قبل. في ذره، خلينا نجرب الذره. الناس اللي جربت هذه الوجبه من قبل سواء كانت في سوبر ماركت اسيوي او ضاقتها مثلا في اليابان في الصين في الدول هذه، ابغاكم تعطوني رايكم في الوجبه هذه، كم تقيمونها من 10 انتم؟ انا هذا بصراحه بعطيها 9 من 10. اوكي الذره مره حلو واو. هذا كان اليوم احبتي، لا تنسوا اللايك سبسكرايب وشير، وانتظرونا في الفيديو الجاي قريبا جدا. كان معكم متيم بن عبد الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.